أعزائي قناة شباب الاثنين، والسلام عليكم. صدق مجلس النواب يوم الاثنين 22 يوليو الجاري على القانون 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين بالمغرب، ويتضمن القانون الإطار المتعلق بالتعليم في المغرب والذي وصف بالمثير للجدل 10 أبواب و57 مادة، وهذه أهم مضامين القانون الإطار المذكورة. أولا، إنهاء مجانية التعليم في التعليم العالي وثانوي التأهيلي بالنسبة لبعض الأسر الغنية. ثانيا، فرض مساهمات على الجامعات الترابية والقطاع الخاص والأسر. ثالثا، إلزامية فتح التعليم الأولي في وجه جميع الأطفال المتراوح أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات. رابعا، إعادة هيكلة التعليم العالي من خلال تجميع مختلف مكوناته وفق مخطط متعدد السنوات. خامسا، وضع خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي وإقامة أقطاب جامعية جهوية. سادسا، إلزام التعليم الخاص بمبادئ المرفق العمومي وتوفير التعليم لأبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة. منح التعليم الخصوصي مدة 6 سنوات لتوفير حاجيته من رجال التعليم بعيدا عن أطر المدرسة العمومية. ثامنا، مراجعة نظام الترخيص للمدارس الخصوصية وتمتيعها بتحفيزات ضريبية لدفعها للمساهمة في تعميم التعليم الإلزامي ومحو الأمية. تاسعا، إعادة النظر ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين عن طريق مرسوم وزاري. عاشرا، إحداث مجلس وطني للبحث العلمي يناط به تتبع استراتيجية البحث والابتكار. وهنا نستعرض عليكم أهم المضامين. للإشارة، فقد صوت على القانون الإطار 241 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 4 نواب وامتنع 21 نائبا عن التصويت. وفجر التصويت بهذه الطريقة على القانون الإطار أزمة داخلية قوية داخل حزب العدالة والتنمية. الحاكم أدت إلى تقديم رئيس الفريق بالحزب لاستقالته، بالإضافة إلى الكلمة المباشرة لابن كيران على مستوى الفيسبوك التي جلد من خلالها العثماني وهاجم فيها قيادة حزب المصباح. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. إلى اللقاء.